خزن سلاحك. هن مقوصوا علينا، بعتولنا رسالة بس. أهلين شاهين آغا. ماشي. قوم ريس. شو اجوا مشان يحصلوا حسابهم؟ مزبوط يا ريس، عزرائيل طلع يخلص حسابه. كيف صار هالشي؟ الأول إجوا سحبوه من حضن مرته، والتاني سحبوه من حضن عشيقته. سافاش، معقول ما حكى مع جمال؟ ما قدر يوصل له امبارح، وهلأ ما بيعرف وين مكانه، وأنا لحد هلأ ما عرفت. شلون يعني لحد هلأ ما عرفت؟ ضروري تعرف. لك شو يعني شقت الأرض وبلعته؟ عم ندور بكل مكان، بتوقع انه عملوا خطة وقتلوهن. لو بس ينطروا ليطلع برات البيت وبعدها يبقوا يقوسوا عليها القليلين الشرف مشان يستعرض لشاهين آغا. لشاهين آغا ولأونال ولألي أنا. مين بعتت لبيت أخي الياس وهبي؟ رجال ثقة يا ريس. تمام، خبروه انه ما يطلع من البيت أبدا، واتصلوا بشاهين آغا، وإذا بتضطروا بعتولوا دعم. بتأمر يا رئيس. طالما الياس ما رح يطلع، شو رأيك إنه نبعت فخري عند شاهين؟ وهبي، فخري ما رح يتحرك من عند الياس، لا بالبيت ولا حتى بجهنم الحمراء. نحن هلأ لازم نلاقيه لجمال. اسمعوني، هيك موقفنا ضعيف، إذا ما لقينا جمال رح نضطر ندافع، ودائما كل دفاع فيه ضعف. نحن لازم نهاجم. خبروا رجال نوزات يحاولوا يلاقونا اياه بسرعه. لازم نلاقي له جمال، مفهوم؟ لاقوا لي جمال يا شباب، لاقوه، بدي جمال باسرع وقت. ماشي أخي وهبي، انت فات؟ ليش مجتمع كل هالعالم؟ في حدا مات؟ مو واحد اثنين. منيح، خلينا نقعد ونستنى الموت، وكل الأحوال رح يجي لعنا.
الياس، أخوك كان رح يقتل رفيق وغير رأيه، وسألته ليش عفى عنه، كمان كان بده يقتل محمود وعفى عنه، وسألته ليش عمل هيك. بس لو أخوك قتلهم لهالاثنين كانت أمك عم تقرأ الفاتحة عليك هلأ. إيه ليش؟ شو يلي تغير بالموضوع؟ أصلاً لسه الرصاص لهلأ ما وقف. اللي لو كنت محله شو بتعمل؟ كنت بعمل اللي عملته من قبل، كنت خليت الطاولة واللي عليها مجرد ذكرى. İzmir'de en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık 15. خلي بالك انه ما فيك تقتل الكل يا الياس. مثل محمود يعني؟ 9, en düşük sıcaklık 21 derece. Edirne ve Kocaeli 21, Çanakkale 22, Bursa ve Balıkesir 23, Denizli 29, Muğla 27, Aydın 31, Manisa 28, Kütahya 23, Isparta 25, Adana, Kahramanmaraş ve Mersin. محمود، خبرني بتحركاتكم كرمال ما تصيب أخوك برصاصة، ولا حابب تقلي إنك ما فيك تعمل أي شيء بدون ما تاخد تعليمات من أخوك؟ إذا بدك خلي أول رصاصة بأخي، مو فارقة معي، بكفي إنه يموتوا الياس وخضر مع بعض. وأنا ما بحبه لأخي بالمرة، وقت اللي مات ما زعلت. بدك تسألني ليش عامل كل هالبلبلة لكان هيك جاها بالي؟